فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقرأ بعض طلبة العلم المبتدئين يقرأ بعض طلبة العلم المبتدئين في شبهات الإلحاد والرد عليها، ويقولون: هذه الشبهات منتشرة فأقرأ عنها حتى لا أقع فيها وأبصر إخواني بخطرها، هل فعلهم هذا صحيح؟ إيش يقول؟ يقرأ بعض طلبة العلم المبتدئين يقرؤون في شبهات الإلحاد والرد عليها. لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، ما بلغوا هذه الدرجة، هذا ولا توه مبتدئين يتعلمون أولا. نعم.